شايف اداء المنتخب النهارده ايه، وايه اللي مطلوب من المنتخب في العوده ان شاء الله؟ ان شاء الله نحاول ان احنا نحافظ على الهدف بس احنا جبناه هنا، ونحاول نحاول ان احنا ما يخشش فينا هدف في الوقت. بس ان منتخب السنغال زي ما انت شايف حضرتك ممكن اللعبه الفرديه بتاعته اقوى مننا شويه، ومتحسنوا عننا كتير كمان، يعني ممكن نقدر نحافظ على الهدف اللي احنا جبناه هنا ونحافظ عليه ونكمل عليه ان شاء الله نصعد باذن الله. شايف مين رجل المباراه النهارده؟ رجل المباراه النهارده بصراحه الدفاع يعني، وبالاخص كمان يعني اما الونش، الونش هو احسن واحد في الماتش النهارده. تقول ايه نصيحه لكروش؟ اقول له نصيحه لكروش ما يجربش منتخب تاني. لا حد يعني هو مدرب كويس، وبس تدبيراته تكون هجوميه شويه، وانه يلعب على الهجوم شويه بس مش اكتر، يعني ما يفضلش ان هو كابس اللي هو اللعيبه اللي ورا وفي الخلف. لاعب في المباراه توجه له رساله النهارده محمد صلاح، يعني وجه له رساله بالشكر يعني مع ان هو عارف المنتخب. اكتر بس، فهو المفروض كان يضمن الفوز اكتر بنتيجه اكبر من دي في الماتش هنا في مصر. بس ان شاء الله هنعوضها في العوده برضه، يعني ان شاء الله هنكسب 2-0. ايه اللي احنا محتاجينه في العوده؟ محتاجين ان احنا نهاجم اكتر، وخط الوسط اتظبط، يعني خط الوسط ضايع خالص. شايف رجل المباراه النهارده مين؟ رجل المباراه يعني محمد عبد المنعم والوجه. أيوة. توجه نصيحة للاعب في الماتش. ايه؟ لاعب من لعيبة المنتخب توجه له نصيحة. انصح ان عمر مرموش ما ينزلش ثاني اصلا، ويبدا بزيزو. يا ريت يبدا بزيزو. والله هو اداء كويس، ويعني سبب الجول اكيد محمد صلاح، واداء رجول ان شاء الله، وان شاء الله المكسب يعني.